السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. موعدنا مع الحديث الثالث، كل يوم حديث. قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يا جماعة، الحديث ده بشرى وفرحة للبشر كله، للناس كلها، بشرى للتائبين، فرحة للمذنبين. انت عارف يعني ايه ان ربنا بيقول لك لو عملت كل ده هيغفر لك؟ في اكتر من كده؟ لا تقنطوا من رحمة الله، اوعى تقنط من رحمة الله. يعني انت لو جيت بكل الذنوب دي والخطايا دي وطلبت مغفرة ربنا يغفر لك، طلبت الرحمة ربنا يرحمك، بس انت اطلب، ما تستمرش، ارجع عن الذنوب، توب، استغفر، اطلب رحمة ربنا هتلاقيها. بشرى، والله الحديث ده بشرى للعصاة، للتائبين، للمذنبين، بشرى لجميع البشر ان يبدأ يحاول يرجع لربنا، يبدأ يحاول يستغفر، يبدأ يحاول يطلب رحمته، يبدأ يتوب، يبدأ من جديد. في رضا رب العباد، أتمنى إن احنا نعمل بالحديث ده ونرجع لله. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.